السلام عليكم. يعني النهاردة هبعت مجموعة الرسائل دي خاصة بالجزء تاني أو استكمال للرسائل الأولانية على الهاند أوتس اللي أنا بعتها لكم، يعني جزء تاني. الجزء التاني ده أو آسف هو بارت وان برضو يعني، لكن تكملة. التكملة دي اللي هقولها النهاردة هتبقى برضو أنتم مسؤولين عنها إن شاء الله في امتحان الميد تيرم القادم. السلايد الأولانية اللي هي السلايد رقم 21 دي بتتكلم يعني مين هو المانجرز. فالمانجرز ببساطة كده لو احنا من الكلام اللي قلناه قبل كده، هو الشخص اللي هو coordinates و oversees، يعني بينسق وبيتابع الشغل بتاع الناس اللي هم موجودين معاه بحيث ان هم يحققوا الorganizational goal. ما هوش مسؤول عن عمله هو في حد ذاته، لكن هو مسؤول ان هو يساعد الاخرين ان هم ينجزوا العمل بتاعه. هل المانجرز دول نقدر ان احنا نعملهم كلاسيفيكيشن معين من ناحية الليفل بتاعهم؟ ممكن يبقى فيه ليفلز مختلفة، لانه يعني في كل مستوى، يعني في كل مستوى معين الامبلويز او العمالة بتمارس نوع من انواع المانجمنت. يعني في برضه في التراديشنال ستراكشرد اورجانيزيشن بينقسم العماله الى ثلاث مستويات. المستوى الاول هو الفيرست لاين مانجرز والميدل مانجرز والتوب مانجرز. دول الثلاث مستويات، هنشوف ايه الفرق بينهم. اللي هو السلايد اللي بعد كده بوريني برضو دايجرام كده بيوضح لي ان انا عندي المثلث بتاع المانجمنت ليفل او المانجيريال ليفل، في عندي تحت خالص كده في الهرم او المثلث من تحت الناس اللي هي النون مانجيريال امبلويز، دول ما بيمارسوش اي عمل مانجمنت. الليفل اللي هو فوقيهم اللي هو الفيرست لاين مانجرز، واللي اعتقد يعني معظمكم او يعني كلكم ان شاء الله لما تبداوا عملكم بتبداوا في الفيرست لاين مانجرز، بعد كده في الميدل مانجر، بعد كده التوب مانجرز اللي هو الاكسكيوتيف بتوع اي اورجانيزيشن. زي ما قلنا الفيرست لاين مانجر دول اللي هم عباره عن المانجر هو مانج الورك بتاع النون مانجيريال امبلويز اللي هو الليفل اللي تحت في المثلث. الميدل مانجرز بيبقى مسؤول عن المانج الورك بتاع الفيرست لاين مانجر، والتوب مانجمنت بيبقى مسؤول، مسؤوليته اكتر بقى لان هو اللي بيحط الديسيجن العريضه بتاعه الاورجانيزيشن، وبيحط وبينشئ الخطط المختلفه والجولز بحيث ان هي، ودي طبعا ليها تأثير كبير جدا على الاورجانيزيشن. فالحقيقة الدور بتاع التوب مانجرز في اي اورجانيزيشن بيبقى دور مهم ومطلوب. الفيرست لاين مانجر طب بيبقى مسؤول عن ايه؟ الفيرست لاين مانجر هو زي ما قلت مانجينج البرفورمانس بتاع الانتري ليفل امبلويز اللي هو العمالة اللي هي المبتدئة اللي داخلة العمل. المفروض هو برضو مسؤول عن التيتشنج الانتر ليفل امبلويز دول ازاي ان هم بيقدروا يأدوا العمل بتاعهم. هو بيعمل برضو مسؤول على ان هو يعمل السكيدولز على قد الليفل والاوبريتنج بلانز بيزد عن مبنيه على الانستراكشنز او البلانز بتاعت الميدل مانجمنت. يعني بيحول البلانز بتاعت الميدل مانجمنت الى البلانز على الليفل بتاعه اللي هو بيشتغل عليها. الميدل مانجرز مسؤول عن ايه برضو؟ مسؤول عن ان هو بيحط الاوبجكتيف اللي هي يعني بيزد برضو على التوب مانجمنت جولز والبلاننج استراتيجيز. بيعمل كوردينيشن ولينكينج جروبس والديبارتمنتس والديفيجنز التابعين ليه. بيعمل مونيتورنج ومانجنج البرفورمانس بتاع الناس اللي برضو المانجرز اللي هم تحتيه، اللي هم المفروض المانجرز اللي تحتيه دول اللي هم بيريبورت ليه عن انجازاتهم. المفروض هو برضو بجانب الكلام ده هو مسؤول عن implementing changes او الاستراتيجيز اللي توب مانجرز بيحطوها.
التيم ليدر ده حاجة كده موجودة بس في يعني الاكسبريشن ده موجود في الاورجانيزيشنز الحديثة، مش شرط كل الاورجانيزيشن بتكون موجود فيها التيم ليدرز ديت. يعني بيبقى يعني لان هي تكنيك او تول يعني فيها مختلفة شوية. التيم ليدر ده بيبقى وظيفته فاسيليتيتنج التيم بيرفورمانس ومانجينج الاكسترنال ريليشن، يعني كل الاكسترنال ريليشنز بتبقى من خلاله، وفاسيليتيتنج الانترنال تيم ريليشن شيب. يعني دوره هنا، يعني اللي انا عايز اقوله في فرق بين مانجرز وليدرز ببساطة كده، المانجر مانج الليدر فاسيليتيتور. يعني انا نسيت اتكلم على التوب مانجمنت. التوب مانجرز المفروض هو قبل الليدر، السلايد بتاعتهم اللي هي السلايد 26 برضو، هو كرييتنج الكونتكست فور تشينج، هو يعني اللي بيحدد الاتجاهات التغيير في داخل الاورجانيزيشن. ديفلوبينج الاتيتيود اوف كوميتمنت اند اونر شيب ان امبلويز، يعني برضو دي نقطة الحقيقة لو فهمناها كويس بتبين الدور المهم اللي بيقوم بيه التوب مانجمنت. يعني هو مسؤول عن ان هو يوجد الاتيتيود بتاع الارتباط والاحساس بالملكية بتاع الاورجانيزيشن داخل الامبلويز اللي هو بيشغل، لان ده طبعا بيأثر على الانتاجية البرودكتيفيتي بتاعته. creating positive organizational culture، زي ما قلنا اتكلمنا على الكالتشر قبل كده، هو بيبقى مسؤول ان هو يحقق او يوجد البوزيتيف organizational culture من خلال لغة التعامل والاجراءات اللي بتتم في داخل المؤسسة. المفروض ان هو مونيتورنج البيزنس انفايرمنت بصفة عامة في داخل، وده طبعا اساسا المانجمنت في احد التعريفات بتاعتها كانت هي انه توفير الانفايرمنت اللي بيدفع العمل او بيخلي الناس تقدر انها تنتج او تحقق الجولز المطلوبة منها. المانجرز بيقدموا لنا او يعني ليهم ثلاث حاجات. وات دو مانجر، في ثلاث حاجات: المانجمنت فانكشنز، المانجمنت رولز، المانجمنت سكيلز. يعني دول ثلاثه كاتيجورايزيشن للسكيمز اللي المانجرز بيقدوها. هنتكلم عن كل واحده فيهم. اول واحده هنتكلم على المانجمنت فانكشن. مانجمنت فانكشن بين اللي هي element of management او managerial activities or duties، يعني دي كلها اسماء ليها. هو في الغالب في معظم التكست بوك بيقسموها الى ثلاث اربعه فانكشنز. الفانكشن الاولاني البلاننج والاورجنايزنج والليدنج والكنترولنج، دول اللي هم لو كنا بنقسمهم اربعه فانكشن بيبقى هم دول الاربع فانكشنز بتوع المانجمنت. البلاننج هو عبارة عن يعني ده الفانكشن ابروتش ده، او البلاننج هو الديفايننج الجولز والاستابليشنج استراتيجي تو اتشيف جولز وديفلوبينج البلانز تو انتجريت اند كوردينيت اكتيفيتيز. الاورجنايزنج هو عبارة عن ارينجينج اند ستراكشرنج ورك تو اكمبليش اورجنايزيشنال جولز. يعني الاول عشان لازم يبقى فيه ستراكشر معين عشان اقدر انجز من خلاله العمل. الليدنج اللي هو عبارة عن الدايركتنج بتاع البيبول بتاعي عشان يحققوا الجولز بتاعتهم. كنترولنج مفيش عمل بيتم، او الجزء بتاع الكنترول ده جزء مهم جدا في المانجمنت، لانه بدون الكنترولنج يبقى انا مش هقدر اتاكد من ان انا هقدر اوصل للجولز بتاعتي. فهو الكنترولنج بيشمل المونيتورنج ومونيتورنج، وبعدين انا بقارن بين ما هو مخطط وما هو منفذ، وبالتالي بقدر احط انا الكوركتنج ورك اللي اتحقق لي اللي انا عايزه. البلاننج هنا ديتيلز اكتر، بتكلم على الفانكشنز ديت. البلاننج هو عبارة عن بيشمل مجموعة من الحاجات،
اول حاجه في البلاننج السيتنج اب بتاع الميشن والديفايننج الجولز واستابليشنج الاستراتيجيز فور اتشيفينج ذوز جولز اند ديفلوبينج بلانز تو انتجريت اند كوردينيت اكتيفيتيز. البلاننج دي ريكواير فيها طبعا ديسيجن بتشمل الديسيجن ميكينج، لان انا هنا بختار بين بختار يعني حاجات خاصه باللونج تيرم وشورت تيرم فيوتشر دايركشن بتاعت الاكشنز بتاعتي من البدائل المختلفه المطروحه. الاورجنايزنج اللي هي ان انا بحدد التاسكس اللي انا المفروض ان انا اعملها ومين اللي هيعمل التاسكس ديت وازاي التاسكس ديت بقدر ان انا اجمعها بحيث ان يبقى في ناس يعني مسؤولة عن كل مجموعة من التاسك ديت. وبعدين الجزء الاساسي في الاورجنايزنج ان انا بحدد الريبورتس ديت بتتعمل مين اللي بيعمل الريبورتس وريبورت المين والديسيجنز بتتاخد ازاي. برضو الاورجنايزنج بتتضمن استابليشنج intentional او ال planned structure role بتاع ال people to fill an enterprise. يعني الاول انا بحدد انا عايز ايه وبعدين انا بحط الكلام اللي انا قلته ده ازاي انا املاه بالناس اللي المفروض ان هم هينفذوا العمل ده. بتابع برضو ال functions بتاعت المانجمنت. السلايد اللي هو 33 بيتكلم على ال leading. الليدنج ده عبارة عن المانجمنت فانكشن اللي هو بيشمل مجموعة من الحاجات. اولا بتشمل عملية الهايرنج ان انا اوفر او يعني احصل اوفر الناس الاول اجيب الناس اللي هم هيشتغلوا معايا انا مسؤول عن ان انا اعملهم هايرنج ومقدور مسؤول ان انا اعملهم تريننج مسؤول ان انا اعمل موتيفيشن للناس اللي معايا. الحاجات دي كلها هي اللي بتخلي الناس ممكن انها تنجح بالاضافه الى موضوع تحديد الكوميونيكيشن بين او كوميونيكيشن شانلز اللي بتبقى بين الامبلويز وبعضهم. المفروض ان الليدنج هي بتاثر يعني المفروض تبقى هي وظيفتها انها بتخلي الناس يقدموا كل اقصى حاجه عندهم ممكن هم يقدموها من خلال لتحقيق الـ organizational goals أو الـ group goals. يعني دي هنا بداية كده لكلمة اللي هنشوفها بعد كده اللي هي عملية الـ motivation. يعني الـ motivation هو اللي ليه دور كبير قوي في أنه هو يخلي الناس ممكن أنها تبقى عندها الرغبة أنها تبذل أقصى طاقة ممكنة ليها. يعني واضح انه الليدنج ديت مرتبطه بالبيرسونال اسبيكت او الانتر بيرسونال اسبيكت بتاعت المانجمنت. الكنترولينج زي ما قلت اللي هي بتشمل المونيتورينج والكومبيرنج الاكشوال للبريفيوس سيت بيرفورمانس اللي هي البلاند بيرفورمانس ويبقى لو كان في يعني تشتت او حاجه يبقى في كوركتيف اكشنز المفروض ان انا بعملها. نفس الوقت اقدر اقول على الكنترولنج اللي هي ميجرنج اند كوركتنج الاكتيفيتيز بتاعت السب اوردن الناس التابعين ليا تو انشور ذات ايفنت كونفير تو بلانز. نرجع تاني زي ما قلنا كان في ثلاث حاجات. اول حاجه اللي هي المانجمنت فانكشن دي اتكلمنا عليها. في الحاجه الثانيه اللي هي المانجمنت رولز. المانجمنت رول في المانجمنت ليها مجموعه من الرولز برضو وعلى فكره يعني هنشوف دلوقتي كده المانجمنت رولز يعني في ليها تقسيمات كتيره. احد الباحثين في مجال المانجمنت اللي هو مينسبرج اللي هو كونكلودد ان في 10 او انه المانجرز بيرفورم 10 ديفرنت رولز. اي مانجر المفروض ان هو مطلوب منه ان هو يؤدي 10 ادوار مختلفين. العشر ادوار دول مرتبطين ببعض يعني ممكن نعمل لهم عملية جروبينج بحيث ان هم في هو حط لها جروبينج ان هم يبقوا ثلاثة جروبس مختلفين او ثلاثة جروبس. دول اول واحد فيهم اللي هو الانتر بيرسونال رولز
هو عبارة عن الفيجر هيد الليدر والليزون اكتيفيتي، الانفورميشنال رولز للمونيتور ديسيمينيتور والسبوك بيرسون، الثالث اللي هو الديسيجنال رول اللي هو الانتربرنور والديستربنس هاندلر والريسورس اليوكيتور والانرجي نيجوشيتور. نرجع ناخد شوية يعني نتكلم ان ديتيل بسيط كده عن الانتر بيرسونال رول اللي هو زي ما قلت اللي هو عبارة عن الفيجر هيد. الفيجر هيد هو عبارة عن اللي هو الاثيكال جايد لاينز اند برينسيبل اوف بيهيفير الامبلوي ار تو فولو. ات انفولفز يعني ده الشكل ده ال involves الحاجات اللي هي السيرمونية اللي هي الاحتفالات أو المناسبات، الليجال أكشن بتاع المفروض يقوم بيها اللي هو symbolic head of an organization، in signing official document largely بيبقى مسؤول عن أو يعني الفكرة مسؤول عن ال outwards relationship. برضه من ضمن الـ interpersonal role اللي هو قلنا الـ leader اللي هي الـ role is widely recognized downwards يعني بيبقى دايما بيمارس من فوق إلى تحت، بيشمل عملية الـ selection الـ guiding يعني الاختيار والـ guiding والـ motivation للناس التابعين ليا بالمهام بتاعتهم اللي هم هيأدوها. الـ liaison اللي هو الـ برضه مقصود بيها اللي هو عبارة عن الكوردينيشن بتوين هو همزة وصل بين الديبارتمنتس المختلفة يعني لأنه المفروض أنا في الليفل الأعلى يبقى تحتية مجموعة من الديبارتمنتس على الهوريزونتال ليفل بيبقى هو المفروض هو بيمثل همزة الوصل بين الديبارتمنتس دي. ممكن هو يعمل زي تجمعات أو تحالفات بين different organization ان هو ممكن ان هو يدخل يعني two departments مع بعض في job معينة يعني يقدر ان هو يعمل alliances between different organization او departments. ال informational role الاول واحد اللي هو ال motivational role يعني ببساطة كده ال يعني هو ببساطة عبارة عن ان هو بيحاول ان هو او يعني عملية تجميع اللي هو عملية تجميع ال information يعني زي ما قلت المونيتور رول اللي هو عبارة عن الكوليكشن بتاع الانفورميشن عن النشاط بتاع الاورجانيزيشن بتاعي يعني معناها ان انا لو انا عندي المانجر بتاعي بيروح يحضر معرض او بيحضر ايفنت معينة الهدف منها ان هو بيحاول ان هو يجمع معلومات بتفيد الاورجانيزيشن بتاعي. الوظيفة بتاعت أو الجزء التاني بعد كده اللي هو الديسيمينيتور رول. الديسيمينيتور رول يعني معناها إن أنا جمعت معلومات المفروض إن أنا أحاول أوصل المعلومات ديت للناس اللي تحتية أو للي فوقية برضو يعني مثلا ممكن إن أنا لو في ليفل في النص أنا حضرت مؤتمر أو رحت معرض أو شفت حاجة بحاول أوصل المعلومات اللي أنا وصلت لها إلى الناس اللي تحتية وفي نفس الوقت أرفع حاجات عنها مستوى الأعلى اللي أنا اللي هو الفوقية يعني التوب مانجمنت بتاعي. السبوكس مان يعني من ضمن الانفورميشنال رول اللي هو السبوكس مان اللي هي الدور اللي هو الهاي مانجمنت بيأدوه على أساس إن هو لو في مناسبة معينة بيقدم سبيتش تنقل أو تعرف اللوكال كوميونيتي عن الأورجانيزيشن بتاعتهم الفيوتشر انتنشن بتاعتها. النقطة برضو اللي هي كسبوكس مان ديت يعني نقطة مهمة يمكن يعني برضو بعضنا يعرفها انه انا لو انا في ك ك ك يعني معايا جروب من الامبلويز المفروض ان هم يحسوا ان انا ممكن اشيل مشاكلهم
وان انا اتكلم بالنيابه عنهم مع الاداره في لو كان ليهم اي مطالبات او حاجه زي كده اقدر ان انا ارفع. يعني كلمه هنا حتى مكتوبه هنا ان بيقول ان سكسسفول سوبرفايزر يعني المشرفين او يعني في مانجمنت في ليفل معين الناجحين carry the ball of their subordinates to get the resources they need or rewards they have earned. يعني هو اللي بيحقق لهم مطالب سواء حاجات احتياجات خاصة أو ممكن resources مطلوبة للعمل. ده بالنسبة لل informational role. يبقى احنا اتكلمنا على ال interpersonal كان فيه ثلاثة roles. ال informational role كان فيه ثلاثة، هنا ال decisional role فيه أربعة roles معينة برضو في داخل ال management. ال entrepreneurial role، ال entrepreneurial role الكلمة entrepreneur أو ال inter مفهومها اللي هي إنه إن أنا ممكن أحقق profit من خلال إن أنا يبقى فيها مخاطرة أو فيها risk. طبعا يعني هنا يعني محتاجة جرأة معينة ان انا باخد اتجاه معين امشي فيه، الاتجاه ده طبعا مانيش شور بنسبة النجاح محققة بنسبة قد ايه، لكن باخد ريسك. غالبا القرارات ديت بيبقى العائد بتاعها بيبقى عالي، يعني كل ما يبقى في عندي ريسك وراء القرار اللي انا باخده يبقى لو حققت نجاح هيبقى العائد بتاعي عالي. فاللي هي العبارة عن رول كوميت اورجانيزيشن resources، يعني ازاي انا اوجه ال organization resources to develop innovative goods. يعني انا مش هنتج، لا انا احاول ان انا افكر ان انا انتج منتج اضافي and services and transforming idea into useful products. معلش انا هذكر هنا حاجه اللي هي تبين حكايه ال entrepreneurial role. انا كنت مشارك في احد المؤتمرات، يعني المهم كان في يعني واحد مسؤول توب مانجمنت بتاع احد الشركات المانيفاكتشرنج في ايطاليا، فكان بيتكلم بيوصف يعني تجربته اللي هو قدر ان هو يقوم بيها كانه يعني بيمثل نوع من انواع الانتربرنورز المميزين. ان هو بيقول ان انا مسكت الشركه، كانت الشركه دي عباره عن انها بتصنع المكن اللي بيعمل التي باجز، يعني المكن اللي هو بيعبي التي باجز عارفينها والحاجات اللي هي البسيطه ديت. بقول الشركه كانت ناجحه بتعمل يعني بروفيت او بتعمل ديفلوبمنت كده تنميه بمعدل 5-6% في السنه والناس كانوا مبسوطين بيها. بقول انا لما مسكت الشركه وبعدين انا كمنافسه او كوضع انا شركه طلياني يعني بنافس منافسه صعبه، يعني بقول ابتديت ابص بره انه ايه الريسورسز اللي موجوده في الشركه بتاعتي وان انا احاول ان انا استفيد منها اقصى استفاده ممكنه. فانا حب ان هو يغير بدل حكايه ان هو يبقى شغال في التي باجز اللي هي الساشيات بتاعت الشاي دي والبتاع، بقول ابتديت اتجه في ناحيه صناعه الادويه والمكن بتاع التعبئه بتاع الشرايط. بقول لقيت ان ده بيزنس رهيب جدا. يعني المهم عمل تجربه ان هو بقول انا مارست، لان كنا احنا الشركه قويه جدا في الانجنييرنج، فانا ركزت في الانجنييرنج وفي الافتر سيل. عمليه المانيفاكتشرنج بتاعت المعدات اللي هي ديت كنت بعملها اوت سورسنج بره، بدل ما انا كنت بعمل 5% تنميه او يعني معدل زياده في النمو، يعني ابتديت اوصل الى ارقام عاليه يمكن تصل الى اكتر من 100% في السنة، لانه الاريا اللي انا دخلت فيها كانت اريا يعني جيد. المهم بالنسبة للرول التاني اللي بعد الانتربرنوريال اللي هو الديستربنس هاندلر، اللي هو عبارة عن الرول بتاع taking corrective action to deal with unexpected problems. يعني دي دور بتاع المانجمنت بيندرج تحت الديسيجنال رولز. يعني اكمل، احنا اتكلمنا على الديسيجنال رول، قلنا انه اول رول في الديسيجنال رول هم اربعه. اول رول هو الانتربرنوريال رول، وقلنا ان هو دور اتخاذ القرارات غالبا القرارات الاستثماريه. الديستربنس هاندلر مسؤوليه عن ان هو بيحل المشاكل، حل المشاكل. الحاجه الثالثه اللي هي الريسورس الوكيتور اللي هو الشخص هو
يعني لازم يبقى فيه عملية تنظيم، لأنه أي organization بيبقى فيه resources، عملية تخصيص ال resources ديت يعني ده جزء أساسي من الدور بتاع المانجمنت، اللي هو distributing ال existing resources بين ال different functions وال departments اللي بمفروض ان هم، بحيث ان انا بستفيد من الريسورسز ده اعلى فايده ممكنه. يعني انا مش موضوع ان الريسورس الوكيتور يعني معناها ان هو يوزع كده وكده، لا، ازاي ان هو بريسورسز محدوده ان هو يقدر يحقق اكبر برودكت او برودكت يعني اكتر بروفيت او برودكت او وات ايفر الميجر بتاع النجاح بتاع الاورجانيزيشن، ازاي اعلى نجاح للاورجانيزيشن من الريسورسز المتاحه عنه. الرول الرابع اللي هو النيجوشيتر. طبعا احنا عارفين ان اي اورجانيزيشن بيبقى فيه دايما يعني شخص، او يعني في عمليه تفاوض مستمر بين اطراف معينه. يعني لو كان في سبلايرز بيبقى باستمرار مطلوب من التفاوض مع السبلايرز دول. لو في موزعين برضو، الناس اللي هم بيوزعوا لي يعني الموردين او الموزعين، الاتحادات العمالية يعني بيبقى برضو احيانا بيبقى فيه مطالب، بيبقى هم برضو مطلوب ان هو يعمل نيجوشيشن معاهم بحيث ان هو يقدر يوصل لاجريمنتس، لافضل اجريمنتس مناسبة للمؤسسة بتاعته. يبقى زي ما قلنا اتكلمنا على المانجمنت فانكشن، اتكلمنا على المانجمنت رول، فاضل المانجمنت سكيلز. المانجرز بيحتاجوا مجموعة من السكيلز. طبعا هنشوف ان السكيلز ديت يعني مش شرط ان هي تبقى مطلوبة عند كل الليفلز بنفس الدرجة. عموما في يعني شخص باحث في مجال المانجمنت اسمه كادز قال ان في المانجرز محتاجين 3 اسينشال سكيلز. اول سكيل هي التكنيكال سكيل، اللي هي عباره عن النوليدج والبروفيشنسي بتاعت الفيلد اللي هو الاورجانيزيشن بيشتغل فيه. هل التكنيكال سكيلز دي مطلوبه بنفس الليفل؟ لا، بيقول انه التكنيكال سكيلز دي مطلوبه عند يعني بدرجه عاليه جدا عند اللور ليفلز من المانجرز، لان هم دول هم اللي بيمانج مانجر وسوبرفايز الوركرز اللي بيشتغلوا، فدول المفروض يبقوا ملمين اكتر او يبقوا عندهم تكنيكال سكيلز بدرجه اعلى. لكن كل ما الليفل بنطلع في الليفل الاعلى في المانجمنت بيقل يعني القيمه بتاعت التكنيكال سكيل في المستويات العليا من الاداره. الهيومن سكيلز هي الابيليتي تو ورك ويل وذ اذر بيبل. يعني برضو لازم افهم موضوع الهيومن سكيلز، مش كل الناس بيبقى عندها القدره انها تتعامل يعني بسلاسه كده او يعني مقبوله عند الناس الاخرين. في ناس بيبقى كده اسلوبهم او يعني، فهنا الهيومن سكيلز لازم يبقى المانجرز عنده ابيليتي تو ورك ويل وذ اذر بيبل، سواء كانوا اكبر منه او اصغر منه. ابيليتي تو الابيليتي القدره ديت بتبقى هل هي مطلوبه عند ليفل معين وليفل اخر غير مطلوبه؟ الهيومن سكيلز مطلوبه عند كل الليفلز تقريبا بنفس الدرجه. السكيلز الثالثه هي مرتبطه بالكونسبشوال سكيلز، او هي الكونسبشوال سكيلز اللي هي القرارات والتفكير عشان نقدر نوصل ل يعني في اي كومبلكس سيتويشن بيبقى مطلوب ان انا استنتج منه حاجه او اوصل لحاجه تحقق لي النجاح للمؤسسه. طب الكونسبشوال سكيلز ديت اهميتها فين؟ عند انه ليفل؟ هل هي في نفس كل الليفلز؟ برضو لا. الكونسبشوال سكيلز المفروض ان هي يعني بيبقى لها دور مهم جدا، او هي جزء كبير من العمل بتاع الليفلز الاعلى في المانجر. كل ما بتنزل لتحت كل ما الكونسبشوال سكيلز ديت بتبقى اهميتها محدوده. السلايد دي بتبين الشكل الليفلز
يعني اللون الاحمر كل ما يبقى غامق ده بيعني ان الليفل هنا عالي. لو بصينا هنا التوب والميدل واللور ليفل هلاقي انه عند اللور ليفل زي ما قلنا قبل كده انه التكنيكال سكيلز مطلوبة بدرجة عالية، كل ما بنعلى في التوب مانجمنت بيبقى التكنيكال سكيلز مطلوبة بدرجة اقل. الكونسبشوال سكيل عكسها بالظبط، في المستوى الاعلى بتبقى مطلوبة بدرجة عالية، الهيومن سكيل بتبقى مطلوبة في كل المستويات. يعني هنا تاني برضو في السلايد اللي هي اللي بعد كده بيشرح تاني برضو او بيأكد على مفهوم الكونسبشوال سكيلز، ان هي يعني دي بتبقى قدرات خاصة ان انا اقدر اشوف الاورجانيزيشن ككل، وبعدين الاجزاء المختلفة من الاورجانيزيشن ازاي هي بتأثر على بعضيها، ويعني بقدر ان انا يعني ابقى عندي القدرة ان انا احلل الانفايرمنت الكامل بتاع سواء الداخلي او الخارجي organization بتاعي. يعني هنا برضو بيوضح بعض حاجات كده، يعني بيتكلم تاني in detail عند على الهيومن سكيلز وان هي متساوية سواء في كل الليفل سواء كان في الفيرست لاين او في السوبرفايزر او التشيف اكزيكتيف اوفيسرز. وبرضه هنا بيتكلم تاني برضه دي الكلام ده ان ديتيل، كلام يعتبر معاد في السلايدز ديت يعني، او في تأكيد لبعض المفاهيم الخاصة. يعني بيتكلم على التكنيكال سكيلز ان هي اهميتها الليفلز طبعا الدنيا من المانجمنت او المانجرز، لان دول هم اللي بيمارسوا العمل التنفيذي. يعني الليفل الاعلى من كده اللي هم التيم ليدر او الفيرست لاين مانجرز بيحتاجوا التكنيكال نوليدج والسكيلز ديت، لان هم مسؤولين ان هم يدربوا الناس اللي تحتيهم برضو. لما بنطلع لفوق زي ما قلت قبل كده بيبقى اهمية التكنيكال سكيلز بتبقى اهميتها محدودة. الحقيقة يعني في حصل بعض تغيرات يعني زي ما بقول كده، لأنه على فكرة المانجمنت من العلوم اللي هي المتطورة، لأنه ليه تأثير كبير جدا على الإنجاز. فهنا بيقول يعني بنتكلم في السلايدز أو كام سلايد اللي جايين دول عن هل في حاجات أجبرت المانجرز جوب إن هم لازم يتغيروا. إيه هي أول حاجة؟ اللي هي الامبورتنس بتاعت الكاستمرز. يعني اصبح في تاكيد على انه الكاستمرز دول هم سبب وجود اي اورجانيزيشن، يعني اي اورجانيزيشن بدون كاستمر يبقى مش هيبقى ليه وجود. فاصبح في تخصص او في حاجه اسمها المانجينج كاستمر ريليشن شيب، اصبحت ديت مسؤوليه كل المانجرز وكل الامبلويز، يعني على كل المستويات عمليه مانجينج الكاستمر ريليشن شيب دي اصبحت حاجه مطلوبه تنفيذها من الكل. الهاي كواليتي كاستمر سيرفيس دي اصبحت حاجه اساسيه لنجاح او لاستمرار اي اورجانيزيشن، فدي برضو بتبين ايه التغيرات اللي حصلت. برضو من الحاجات اللي هي اصبحت ممكن انها بتاثر على المانجر جوب او سببت ان في تغيير، ما اصبحش يعني لازم في حركه معينه، ان بنقول الانوفيشن. الانوفيشن لانه ليها عائد عالي جدا على اي اورجانيزيشن. يعني الانوفيشن ايه هو الانوفيشن؟ يعني معناها ان انا doing things differently exploring new territory يعني area جديدة and taking risk، دي مفهوم الانوفيشن.
المانجرز المفروض ان هو في ظل الكلام اللي انا بقول عليه ده، ان هو يشجع الامبلويز ان هم يبقوا فاهمين الكلام ده كويس، ويبقوا باستمرار بيفكروا او بيدوروا على اي opportunities لانوفيشنز، ويحاولوا ان هم يعرضوها على المانجرز بتوعهم. السلايد ديت بتتكلم على ال changes، التغيرات اللي هي السلايد 42، بتتكلم على التغيرات اللي المفروض بتأثر على المانجمنت. changes impacting the manager's job. أول حاجة اللي هي إنه التكنولوجي أصبحت بتتغير بسرعة، يعني أحد التشينجز ديت اللي هي changing technology. changing technology طب ليها تأثير إيه على الأورجنايزيشن بتاعي؟ أو المفروض الأورجنايزيشن بتاعي يتجاوب معاها إزاي؟ أول حاجة الـ shifting organizational boundaries، يعني ممكن الحدود بتاع الاورجنايزيشنال او الباوندرز بتاعت اي اورجنايزيشن ممكن انها تبتدي يحصل فيها تعديل. ابتدى يعني الكلام ده حتى قبل كورونا، اللي هو الفيرشوال ورك بليس برضو نتيجه التغير التكنولوجي، الفلكسبل ورك ارينجمنت لانه نتيجه تغير التكنولوجي، لو انا جامد يبقى انا يعني هبقى انا خلاص قديم، ما اقدرش اطور نفسي يبقى انا هضيع. الموبايل ورك فورس مش معناها موبايل، يعني معناها الورك فورس بتاعتي متنقلة، يعني تحرك، ممكن تغير تخصصاتها، ممكن تغير تريننج. يعني الامباورد امبلوي، الامبلوي يبقى ليهم باور اكتر، يبقى منحهم سلطة اكتر للامبلوي. برضو من الحاجات اللي هي ممكن للتشينجز ديت الـ increase the competitiveness، اللي هي زيادة التنافسية. في تنافس شديد جدا بين الأورجنايزيشن وبعضيها، برضو الـ impact بتأثر إيه على الـ organization؟ بتأثر إنه الـ customer service أصبح ليها دور مهم جدا، لأنه أصبح ده ممكن يبقى عامل مهم جدا في الـ competitiveness اللي هي التنافسية. عملية الانوفيشن برضو من الحاجات اللي هي ممكن انها تساعدني. الجلوباليزيشن يعني معناها ان انا انطلق من المحلية الى العالمية. ان انا الافيشنسي، ان انا لانه يعني عشان ابقى كومبيتيتيف، كل لما اكون افيشنسي يعني ممكن الكوست بتاعي يقل ويبقى كذا كذا، يبقى في هنا انا ابقى مور كومبيتيتيف. البرودكتيفيتي برضو، لو انا بشتغل على البرودكتيفيتي وزودت البرودكتيفيتي هبقى مور كومبيتيتيف، لان ده ممكن يقلل الكوست بتاعي. برضو احد التشينجز اللي هي الامفاسيس اون اورجانيزيشنال اند مانجيريال ايثكس. موضوع الايثكس ده برضو من الموضوعات المهمه. احنا بنتكلم هنا على نقط، لان احنا مطلوب مننا ان احنا ناخد فكره عن المانجمنت في عدد محدود من المحاضرات، لكن كلمة الاثيكس ودورها دلوقتي اصبح اللي هي يعني ليها دور مهم قوي، ويجب ان احنا نستوعبه، لان احنا احيانا اتربينا على اثيكس مختلفة يمكن ما هياش مناسبة للأورجانيزيشنز بتاعنا. ده بيخلينا الريديفايند الفاليوز، القيم بتاعتنا لازم يعاد صياغتها. لازم ان احنا ريبيلدينج تراست، ازاي ان احنا نوجد ثقه بيننا وبين الناس اللي احنا بنتعامل معاهم. برضو الاثكس يبقى في مور اكاونتابيلتي، يعني في محاسبه او حساب، يعني عشان اضمن الاداء او البرفورمانس. الانكريز سيكيورتي تراست، يعني ده برضو ليها امباكت الريسك مانجمنت والريستراكشرد ورك بليس والورك لايف بيرسونال لايف بالانس الجلوباليزيشن كونسيرن والامبلويز اسيستنس. اخر سلايد هنتكلم عليها في الرسائل الصوتيه بتاع النهارده، اللي هي وات ميك مانجرز سكسسفول. يعني في مجموعة من الحاجات اللي هي يعني مش كل حاجة ديت، لكن
بيورينا انه المانجر ممكن يبقى ناجح لو ان هو عنده الخصائص دي: هارد وورك، سمارت وورك، بيشنس، صبر، اوت اوف بوكس ثينكينج، الريدنج اند اكوايرنج نوليدج. يعني برضو ماهوش جامد، لازم يبقى اي مانجر ناجح لازم يبقى بيقرا وبيحاول ان هو ياكواير النوليدج. ethical awareness، زي ما قلت الإيثكس بقت حاجة مهمة، هو يبقى عنده نوع من الاهتمام بالإيثكس. و collaborative relationship يعني معناها برضو القدرة على التعاون، وال persistence يعني الإصرار. دي بعض الخصائص اللي هي ممكن تخلي المانجر يبقوا ناجحين. لو سمحتوا، زي ما قلت إن لغاية الجزء ده هنبقى مسؤولين عن في امتحان الميد ترم القادم إن شاء الله. شكرا.